عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وفيديو جديد وترند اليوم على اليوتيوب وإهانة تامر أمين لأهالي الصعيد وبنات الصعيد ورجالة الصعيد. الإعلامي تامر أمين اتكلم عن الأهالي عن الصعيد، كان بيتكلم في موضوع مبادرة السيد الرئيس بالنسبة لتنظيم السكان وموضوع الإنجاب والكلام ده كله، ولكن الموضوع فلت من الأخ تامر شوية. قبل الكلام ده كله، الاشتراك في القناة ولايك وشير لفيديوهاتنا، لان ده ترند النهاردة. الفيديو ده على اليوتيوب بيتكلم، ومعانا الفيديو بتاع تامر امين وهو بيتكلم عن اهانة بنات الصعيد وشباب الصعيد. ليه تعليق كبير مهم جدا وممتاز جدا هتسمعوه حضراتكم، ولكن هسمعكم دقيقة واحدة بس تامر امين قال ايه عن بنات الصعيد. مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويتعلموا وياخدوا شهادة ويكبروا ويتوظفوا او يبقى عندهم فرص عمل، لا، ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الاب والام. في اسر كتير كتير قوي بيخلف الولد، وأول ما الولد ده يبقى عنده 5 6 سنين 7 سنين بالكتير، يقوم أب رميه على ورشة. الاخ تامر هنا بيتكلم عن موضوع تعداد السكان ومبادرة السيد الرئيس، ولكن الموضوع فلت منه حضرتك. هو تامر طلع اعتذر عن الفيديو دوت واتكلم، قال انا بحب الصعيد وبحترم اهل الصعيد. طب يا عم تامر، انت راجل اعلامي وابوك اعلامي الله يرحمه، راجل اصول فاهم، وانت خريج ألسن وبالك فتره طويله في الاعلام، الاصول تحافظ على كل كلمه انت بتقولها. تقول لك تتعلم بقى من الاستاذ احمد موسى والاساتذه بتوعك اللي هم الكبار في الاعلام زي اخونا مصطفى بكري والناس دي كلها، ان انت راجل اصول، راجل اعلامي، ولكن الاصول الاول سياسي، لان انت واجهه للبلد وبتتكلم بتخاطب الشعب المصري كله، فتبقى تحافظ على كل كلمه انت بتقولها. انا كشخص عادي لو غلطت اتحاسب، لكن حضرتك كراجل اعلامي او سيادتك كراجل اعلامي ومحطوط في الصداره ومن الناس اللي بتتعدى على الصوابع في مصر، تبقى محافظ على كل كلمه بتقولها. ما تقولش في الصعيد مصر ان الواحد بيخلف 3 4 7 8 عيال، واول ما عيل يوصل 7 8 سنين يقوم رميه في ورشه خراطه او حداده او غيره ويبقى سميه الواد بليه. لا، الصعيد فيها دكاتره وفيها مهندسين وفيها اساتذتك في الاعلام موجودين، واساتذتك في الطب وفي كل العلوم موجودين. تقول لك الصعايده بيمتلكوا القاهره، هم اكبر نسبه في محافظه القاهره اللي هي عاصمه مصر بيمتلكوا القاهره. لما حضرتك تتكلم عن الناس دي وترجع بعد كده تتكلم في الفيديو عن البنات ان هم بيشتغلوا خدمات، لا عيب يا تامر، ما يصحش الكلام ده. لازم تحافظ على كل كلمه انت بتقولها وتتحاسب، ولازم فعلا تتوقف لما البرنامج بتاعك توقف وتتحول للتحقيق، لان انت غلطت وما ينفعش ان انت تعتذر فقط لغير، لا، لازم تحاسب. زي انا لو غلطت دلوقتي انا هتحاسب، هتحبس كمان، لكن ما ينفعش ان انت برنامجك يتوقف بس يا تامر. انت لازم تحافظ على كلامك، ما تغلطش في الصعيد. تكلم عن المساله على العموم يا اخي، تتكلم عن تعداد السكان، بتتكلم عن تحديد الناس اللي بتتكلم عن تنظيم السكان، اتكلم على العموم. قول في ناس نسبه كبيره من الشعب المصري بتخلف ولاده بترميها في الورش ويلموا فلوس على اولادهم وكلام زي كده، ايه جيب سيره الصعيد لكل دقيقة؟ انتوا تتكلموا عن الصعايدة وانتوا عارفين الصعايدة ناس محترمين بكل فئاتها وبكل طبقاتها، وناس ما بتغلطش في حد. بيبقى العيل في الصعيد عنده 12 سنة و10 سنين وشغال في الغيط وفي الأرض بتاعت أبوه وشغال في الفاعل وبيطلع دكتور وبيطلع مهندس من الصعيد اللي أنت بتتكلم عليه حضرتك، عشان ما يستناش إن أمه تصرف عليه ولا أبوه يصرف عليه. مش زي عندنا إحنا هنا في المدن وفي العواصم بتاعت مصر، وفي العواصم كلها اللي هي المدن الكبيرة، بتلاقي العيل شاب طويل عريض عنده 25 سنة وأبوه لسه بيصرف عليه، وأبوه شغاله ويوظفه ويصرف عليه ويجوزه ويديله مساعدات. لا، الصعايدة مش كده يا تامر، الصعايدة فيهم النجارين والفلاحين والدكاترة والمهندسين، ويبقى فيهم الشاب بيسافر بره وبيكفل أسرة هنا كاملة في الصعيد لو أبوه متوفي، ويصرف عليهم ويجوز إخواته البنات ويكفل أسرته، ومحدش عشان ما يمدش إيده وما يقولش لله ولا استنى حسنه من اي حد يا تامر امين. ما ينفعش انت تتكلم عن شباب مصر كده سواء صعايده او غيرهم، ولما تيجي حضرتك دلوقتي اسمع حضرتك معايا كده بتكلم عن البنات يقول ايه؟ ورشه حداده ورشه دوك ورشه اصلاح صيانه 8 9 سنين اشحن
بيشتغل في البيوت. اتكلم عن البنات. وفي أزمة في القاهرة واسكندرية والمحافظات. القاهرة واسكندرية والمحافظات. الخادمات والعاملات. خادمات والعاملات منين؟ من الصعيد. اشحن. عيب يا تامر ما يصحش. تقعد يطلع عينيها لا تستمتع بطفولتها ولا تستمتع بالبراءة بتاعتها ولا ويطلع عينيها ويا سلام بقى لو ست البيت بتكهربها ولا بتلسوعها ولا بتعمل بلاوي السودا اللي بنسمع عنها دي. وتقعد تشغلها 24 ساعة ومش عارف. مش هنكمل الفيديو، حضراتكم تقدروا تجيبوه على اليوتيوب من أي مكان طبعا يعني، ولكن أنا كان تعليقي على الفيديو إن أنت تامر ما يصحش وتتكلم عن البنت المصرية اللي هي بنت الصعيد اللي هي شرف مصر كلها، اللي هي أصل مصر، اللي هم أشرف بنات في مصر بيطلعوا من الصعيد، وأنت راجل فلاح وأبوك راجل إعلامي الله يرحمه، وراجل أبوك أساسه فلاح من الفلاحين، وأنت قلت الكلام ده كده، والصعيدي ده فلاح أيا كان هو، ومصر كلها فلاحين يا تامر. لو أنت درست عندك كده في التاريخ وعرفت ان مجرى النيل كان بيمشي فين، وعرفت ان الناس بنت جنب نهر النيل عشان كان مصر زمان عايش على الزراعه، يبقى اساسا اللي قاعد في القاهره اصلا ما كانش في قاهره. لو انت هتقرا تاريخ القاهره نشئت امتى تعرف مصر بدات من الصعيد. مصر بدات من الصعيد جنب على ضفاف نهر النيل، فلما تيجي تلاقي على القاهره تلاقي القاهره دول كلهم مغتربين، ايا إن كان انت بقى وصلت في المنصب او غيرك وصل لمنصب ايه، ولكن اساسه فلاح. اعلى واحد فيك يا مصر اساسه فلاح، لان مصر بلد زراعيه يا عم تامر امين. ما ينفعش اتكلم عن البنت بتوصل 7-8 سنين وتترمي خدامه، في حالات زي كده في كل مكان في القاهره وفي كل وفي مصر القديمه موجود، وانت عارف مصر القديمه عامله ازاي، وبيطلعوا من المدارس وما بيتعلموش وبيشتغلوا في الشوارع، وفي كل الريف برضه في الدلتا وفي غيره بالكلام ده موجود، وفي الصعيد برضه موجود، لكن حضرتك ما تتكلمش عن الصعيد بالخصوص وانت بتقول في الفيديو اللي انت اعتذرت فيه انا بتكلم عن مبادره السيد الرئيس. السيد الرئيس يا تامر ما اتكلمش كده، ولا جاب سيره الصعايده ولا اتكلم عن الصعايده، ودايما يتكلم عن الصعايده بكل ادب واحترام ويرفع من شأنهم، لان هم ناس من رفعه القوم ومن اعلى ناس في البلد في الدرجات وفي التعليم وفي المناصب وفي القيم وفي المبادئ وفي الاخلاق. شوف البنت في الصعيد يا تامر عندها 10 سنين ما بتخرجش من البيت لان اهلها بيخافوا عليها وبيحافظوا عليها. شوف حضرتك لما كنت بتخرج في البرامج وبنتك معاك مثلا، شوف انت حضرتك لبس البنات عندكم في القاهره عامل ازاي وفي المدن الجديده عامله ازاي. في الصعيد البنت ما ينفعش تلبس البنطلون الضيق مش البنطلون المقطع. في الصعيد البنت لازم وهي عندها 17-18 سنه تتخرج بتتجوز وتكون رب اسره ورب بيت، وتطلع دكاتره ومهندسين ومعلمين، وتطلع جيل ناجح وفاهم وكويس. يا عم تامر لازم تحافظ على كلامك، لكل الاخوه الاعلاميين لازم تحافظ على كلامك، احنا بنحترمكم، انتوا واجهه والبلد حطاكم في صوره المجتمع المصري، والريس اول ما ترشح للانتخابات الرئاسيه قال لكم انتوا، جابكم قعد معاكم وقال لكم احنا انتوا بيكوا هنبني البلد. بيكوا انتوا اعلاميين، يبقى ركز عليك كاعلامي ان انت كلامك اللي هيبقى الخطوط العريضه اللي البلد تمشي عليها، يبقى لازم تركز على كلامك، مش قد المسؤوليه، مش قد المكانه ديت، ما عندكش الفكر ده، ما عندكش الثقافه دي، تركن على جنب، نجيب واحد غيرك، راجل تخرج خريج اعلام، راجل دكتور في كليه اعلام، راجل يكون عالم ونقعده على المكان بتاعك ويقدم برنامج احسن منك مليون مره. لكن ما ينفعش ان انت تهرتل بالكلام وتتكلم كلام مش كويس وتقول اصل انا كنت اتكلم عن مبادره الرئيس، واصل الناس قطعوا كده من الفيديو بتاعي ونزلوه على اليوتيوب. يا حبيبي واشمعنى بتضرب المثل ببنات الصعيد؟ اشمعنى؟ ايه السر ان انت جبت الموضوع في بنات الصعيد؟ ما تتكلم عن اي حد، اتكلم عن البنات في الدلتا، اتكلم عن البنات في القاهره، اتكلم عن البنات في اسكندريه، اتكلم عن اي مكان، اتكلم على العموم، خلي كلامك مفتوح، اتعلم من اساتذتك اللي هم في الاعلام، سواء كان في ناس بتنتقدهم ما بتنتقدهمش، اللي هم بيعلموك ازاي تتكلم، الناس بتقول عليك راجل مثقف ومحترف وابوك اعلامي واخوك اعلامي، الاصول تبقى عارف كل كلمه انت بتتحاسب عليها. لكن ما ينفعش تتكلم عن بنات الصعيد وتهين الصعيد وتطلع كل الناس من الصعيد تخليها تتضايق من الدوله وتحس ان الدوله هي اللي بتهينها. ما احنا مش عايزين كل 4-5 شهور ناس تفرق بيننا ويفرقوا بين الدلتا ويقول لك اصل هنعمل محطه خارج القاهره احسن، مش عايزين الصعيده تدخل القاهره. ده مش عارف الصعيد يا تامر، الشاب اللي عنده 15 سنه اقل واحد فيهم والله العظيم بيصرف على بيت من 7-8 تنفار، وتلاقيه بيتعلم على فكره كمان ويطلعش جاهل. وبص عندك في وسط العاصمه وفي المناصب الاداريه في الدوله هتلاقي على قامتها وعلى قامه الاعلاميين اللي انت منهم اعلى ناس عليك في الاعلاميين زمايلك صعايد، وبص عليهم مش هذكر الاسماء معروفين،
اعلى ناس كلهم اللي فوق منك كلهم، انت ما تجيش تلميذ بالنسبه لهم، كلهم صعايد. يبقى لازم حضرتك تحافظ على كلامك، يجب محاسبه تامر امين ويجب تحويله للتحقيق ويتحول للتحقيق، ولكن ما يتمش وقف البرنامج بتاعه والموضوع ينتهي بعد اسبوع ويرجع برنامج تامر امين ويعتزل. الكلام ده عيب، في احسن منه مليون مره. هو مش عارف بيقول ايه، يقعد في بيته 7 8 شهور سنه، يعرف كده ما يتخصم منه مرتب السنه دي كام مليون، يعرف انه بيحافظ على لسانه، يمسك لسانه ازاي يتكلم عن الشعب المصري. تحيه وتقدير لكل بنات الصعيد ولكل رجاله الصعيد ولكل بنات مصر ولكل شباب مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر. ولازم كلنا نكون مؤدبين محترمين ونتعلم من سيادة الرئيس اللي هو بيعلمك المثل ازاي تتعلم. الرئيس بيتعامل، لو انت شفت في كل الفيديوهات مع العامل والفلاح والمهندس والدكتور، بيتكلم كل كلمة بحساب. وغير الرئيس وكل القيادات التنفيذيه في الدوله ومسؤوله في الدوله بتتكلم بحساب. انت ما دام اتحطيت في مكان معين لازم تحافظ على كل كلمه انت بتقولها. تحيا مصر، ومصر دايما قويه وايد واحده. صعيدي، فلاح، قاهري، جزاوي، اسكندراني، محلاوي، اي حد، كلنا ايد واحده وكلنا مصريين، ومصر عز وشرف وامانه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.